أريد أن أعلق على كلمتك شيخ الشباب. أنا أرى من هو الشاب الذي له أهداف أكبر منه، فهو شاب في التسعين. ومن هو الشيخ بمعنى التقدم بالسن فقط، هو الذي أهدافه محدودة جدا وانتهت. جميل. يعني إنسان بالأربعين ملك ثروة طائلة، هدفه المال فقط، فانتهى، هدفه تحقق، والهدف ممل دائما وأبدا في الحياة الدنيا. الشيء الذي لم تصل إليه يبدو لك متألقا، صحيح، بريق له، فإذا وصلت إليه انتهى بريقه. يعني ما سمح الله للدنيا أن تمد الإنسان بسعادة مستمرة، جميل، بل بسعادة متناقصة لحكمة بالغة بالغة. جميل. فمن هو الشاب اللي هدفه أكبر منه؟ لذلك، لأن الإنسان مخلوق لجنة عرضها السماوات والأرض، أو مخلوق لمعرفة الله، فجعل الله نفسه لا نهائية. كي تستوعب هذه الأهداف الكبيرة جدا، فأي إنسان يختار هدف بتعبير المتواضع نهائي محدود، نعم، المال، فإذا وصل إلى المال انتهت سعادته. في باللغة العامية تعبير دقيق جدا، بيصير بحالة بيقرف وبيقرف. يعني بلغ المال، أكل، أنفس الطعام، سافر لمعظم البلاد، أقام بالفنادق الكبيرة، فمل، فصار وضعه في كبر من شدة استمتاعه بأنواع الملذات. صافي عنده كبر. فلذلك الإنسان حينما يختار طريق الله عز وجل هدفه لا نهائي، فهو شاب في 99. وأنا أعني ما أقول بالضبط، كان في بالشام عالم كبير، كان في 97، كان منتصب القامة، حاد البصر، مرهف السمع، أسنانه في فمه. فكان إذا سئل: يا سيدي، ما هذه الصحة التي حباك الله بها؟ يقول: يا بني، حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. الله أكبر. من عاش تقيا عاش قويا. الله أكبر. وأنا أخاطب إخوتي المشاهدين أن هذا الإنسان حينما يمضي شبابه في طاعة الله له شيخوخة راقية جدا، والذي أمضى شبابه في معصية الله له شيخوخة مؤلمة جدا، يصير مخرف، بعيد القصة 100 مرة، يستحي أولاده به عند الضيوف، فهي حالة الخرف مخيفة جدا. لا إله إلا الله. فالذي أمضى حياته في معرفة الله يتمتع بشيخوخة رائعة جدا. وقد قالوا أن العضو الذي يعمل لا يضمر، في هذه اليد لو أصابها كسر وضع عليها الجبصين لثلاثة أشهر العضلات تذوب، بمعنى أن هناك خاصة في الجسم. العضو الذي لا يعمل يضمر، سبحان الله، والدماغ الذي لا يعمل يضمر. أنت حينما تصلي الظهر 4 ركعات، والأولى والثانية في قراءة، والثالثة والرابعة ما في آية، بعدين في قعود أول قعود ثاني. أي إنسان بيصلي دماغه يعمل باستمرار، أي إنسان يصلي، فمدام في حركات وسكنات وقراءات وركعة أولى وثانية وثالثة ورابعة وقعود أول وثاني، فهو في نشاط ذهني. جميل. فالعضو الذي يعمل لا يضمر. جميل. العضو الذي لا يعمل يضمر. كلام جميل. طيب.